اتخطبت 15 وكتب كتابي 16. سهير رمزي واحدة من النجمات اللي خلدت اسمها في ذاكرة السينما المصرية، مش بس بسبب أدوارها الفنية اللي كانت دايماً جريئة ومثيرة للجدل، لكن كمان بسبب حياتها الشخصية اللي كانت دايماً مليانة بالأحداث والتقلبات. سهير اللي كانت تعتبر أيقونة الإغراء في فترة السبعينات والثمانينات، قدمت مسيرة فنية مليانة أدوار خلت الجماهير مستنية أي حاجة جديدة منها، وعشاء السينما كانوا بيشوفوا فيها واحدة من أكتر النجمات جرأة في جيلها. سهير بدأت مسيرتها الفنية وهي لسه شابة صغيرة، كانت أمها الفنانة الكبيرة درية أحمد، لكن دخولها للفن كان بقرار ذاتي مش مجرد وراثة. أول ظهور ليها كان وهي طفلة في فيلم صحيفة السوابق، واللي كان سنة 1956، لكن انطلاقتها الحقيقية كنجمة كانت في أوائل السبعينات، لما ابتدت بقى تاخد أدوار البطولة في أفلام كبيرة. سهير كانت مختلفة عن بنات جيلها، جاذبيتها الخاصة وجمالها الآسر كانوا أسباب كفاية قوي عشان تخطف قلوب المخرجين والجماهير في نفس الوقت. لما نتكلم عن سهير رمزي ما نقدرش نتجاهل موضوع الإغراء في أفلامها، لأنها برضو كانت واحدة من النجمات اللي قدموا أدوار إغراء كتير قوي في السينما، وقدرت تتقن الدور بشكل يخلي في توازن بين الجرأة والجاذبية. في أفلام زي المذنبون، الكرنك، والبنات عايزة إيه، ظهرت سهير في أدوار أثارت الجدل وكانت دايماً مادة دسمة للصحافة، خاصة إنها كانت بتتحدى القيود المجتمعية اللي موجودة وقتها، وده كله من خلال أدوارها. وبسبب جمالها الفاتن، سهير رمزي كانت دايماً بيجي لها عروض جواز والزيجات المتعددة كانت علامة مميزة في حياتها، وده لأن عددها كان ملفت جداً وكانت كلها بتاخد اهتمام كبير من وسائل الإعلام. أول زواج لسهير كانت وهي لسه صغيرة جداً من الفنان السوداني إبراهيم خان، لكن الزواج ده ما استمرش كتير. بعد كده سهير قررت تتجوز رجل الأعمال الكويتي محمد الملا، ودي كانت أول زيجة ليها من خارج الوسط الفني، وبرضو العلاقة دي ما استمرتش كتير. سهير بقى كانت دايما مستعدة للتجربة من جديد، واتجوزت بعدها الملحن حلمي بكر، ودي كانت من أشهر زيجاتها. حلمي بكر اتكلم في أكتر من مناسبة عن علاقته بسهير وقال إنها كانت علاقة حب وتفاهم، لكن برضو الزواج مكملش. بعد كده سهير دخلت في تجربة جواز جديدة مع الفنان محمود قبيل، ودي بقى كانت من الجوازات اللي خدت اهتمام كبير قوي وقتها، بس العلاقة دي برضو ما كملتش وقرروا الانفصال بكل هدوء. لكن حكايات الجواز ما خلصتش، وسهير بعد كده اتجوزت أكتر من مرة، زي علاقتها برجل الأعمال سيد متولي رئيس نادي المصري البورسعيدي، واللي كانت من أشهر علاقتها، وبرضو اتجوزت من رجل الأعمال الخليجي علي منصور العودي، وكانت ليها قصة جواز كمان من الفنان فاروق الفيشاوي، اللي رغم انه كان زواج قصير جدا لكن العلاقة بينهم كانت قوية جدا حتى بعد الطلاق. الغريب بقى في زيجات سهير انها دايما كانت بتقول انها بتحب الجواز وانها مؤمنة ان الجواز هو الحل لكل ست، كانت كمان شايفة ان الفشل في جوازها مش معنى نهاية الدنيا، بل بالعكس كانت دايما في فرص تانية. في التسعينات كمان وفي لحظة مفاجأة قررت سهير رمزي إنها تعتزل الفن وتلبس الحجاب، وده بقى كان قرار صدم جمهورها اللي كان متعود يشوفها في أدوار جريئة. قالت وقتها إنها عايزة تقرب من ربنا وتعيش بقى حياة أهدى بعيد عن الأضواء والشهرة، وفعلا سهير فضلت بعيدة عن السينما لفترة طويلة جدا. الكل افتكر وقتها إنها خلاص هتفضل بالحجاب، لكن الدنيا دايما بتتغير، وفي 2014 ظهرت سهير مرة تانية في الأضواء وقررت تخلع الحجاب، وقالت كمان في لقاءات بعدها إنها كانت محتاجة بس تعيد التفكير في حياتها وتاخد قرارات جديدة.